جولتنا المنوعة بلشت وبدايتها من المغرب، عم تستضيف الرباط مهرجان موسيقى الجاز شعلة بمشاركة فنانين عالميين كحوار موسيقي مميز بدورته 26 والدعوة للسلام. وحننتقل على إسبانيا، متحف يؤرخ فن الدمى، كون رجل يدعى خواكين من عام 1980، فخصص جزء كبير من حياته لفن المنحوتات المتحركة، وقام بشراء الدمى من مختلف أنحاء العالم وتجميعها وعرضها بمتحف وورشة الدمى لاستقطاب الأطفال والبالغين. وحنكفي على احتفالات تايلاند بالموسم الجديد للزراعة عن طريق الثيران المقدسة يلي بتتنبأ بوفرة المحاصيل كتقليد سنوي، ومع نهاية الاحتفال هروة للحاضرون للحصول على ما يستطيعون جمعه من تربة الحقل المحروث لاعتقادهم بأنه بيجلب الحظ السعيد والرزق الوفير. وبجولتنا الأخيرة حنحكي عن المشهد النادر يلي غطى السماء بالأضواء لعدد من الدول بالنصف الشمالي من الأرض بسبب العاصفة الشمسية يلي ضربت الغلاف الجوي وظهرت بسببه ألوان زاهية لمساحات كبيرة بالسماء.